حرم المئات من أبناء الجانب الأيمن من مدينة الموصل من التصويت بسبب إغلاق مفوضية الانتخابات 4 مراكز اقتراع، وهي مدرسة موسى بن نصير والوطن والرافدين والعراقية، وذلك بحجة نفاد أوراق الاقتراع. هذا وقال الناخبون الذين تجمعوا بالمئات أمام المراكز المغلقة إن تلك المراكز تحتوي على عدد قليل من المحطات، مشيرين إلى احتمال وجود جهات تحاول منعهم من الانتخاب والتصويت. هذا وحمل الناخبون مفوضية الانتخابات مسؤولية ضياع أصواتهم، مطالبين بإيجاد حلول ناجعة وسريعة. وأكد الناخبون أنهم ومنذ ساعات الصباح الأولى وهم واقفون أمام مراكز الاقتراع بانتظار إدخالهم والسماح لهم بالتصويت، لكنهم تفاجؤوا بخروج مدير المركز لإبلاغهم بنفاذ أوراق الاقتراع. نحن منطقة الاعتيادات والمركز الانتخابي متوسط موسى للبنين. الفجر الصبح أتينا واستحام، والآن أتينا ويقولون الأوراق انتهت مع الناخبين. فلماذا هذا العمل؟ أين أنتم؟ ما عندكم تخطيط العدد؟ عدد هل قد عندك ناخب 5000 6000 10000؟ أنت المفروض تجيب 20000 استمارة يخلصون. ما هي الغاية؟ أخي العزيز، هذا الباج كل باج له بطاقة خاصة باسم المنتخب. ها وين البطايق مالنا؟ المن انباعت؟ وين صارت؟ يعني هاي العالم بالمئات وبالالافات رجعت ما انتخبت، المن وين راحت البطايق؟ 12 واقف بالشرة، اللي يفوت يفوت بكيفه ويلعب بكيفه. ايش مختصر الكلام؟ مختصر الكلام اخويا، مختصر الكلام. اذا السالفه مبيوعه من البدايه لا ينصبون على المواطن ويقولوا له تعال انتخب وتعال راقب وتعال ما شاء الله العرس يصيح لك الانتخابي. تعال اخويا، هاي ما عرس، هاي قلبه مناحه. هي غير يوفروا القوائم، العالم من الظهر ليسع واقفه، من الصبح اكو ناس من الصبح حتى ما وتعفوا جوا. شوف الهوسه جوا بالمدرسه بعد، تحكي عليه القوائم ماخذ جهاز ما يتحمل غير 500 قائمه.